ونركز اليوم على سهم الصناعات الكهربائية، وتنضم إلينا من بيروت ماري سالم المحللة المالية في الشرق للأخبار. ماري، أهلا وسهلا بك معنا. إذن سهم الصناعات الكهربائية مرتفع بأكثر من 160% منذ مطلع هذا العام. الشركة أعلنت عن سياسة توزيع الأرباح لمدة 3 سنوات، 12 ريال و50 هللة للسهم بشكل نصف سنوي بدءا من النصف الثاني من هذا العام. يعني هذا بيعطينا ديفيدنت ييلد بحدود 3.3%. ماري، هل هناك نظرة تفاؤلية الآن على السهم والشركة ككل؟ صباح الخير ريما، ويعطيك ألف عافية. يعني واضح من الأداء تبع السهم بشكل عام أنه هو في نوع من إيجابية، ولكن أنا ما بدي أخذ الإيجابية بس في خلال هذا العام. إذا بنرجع نحن لـ5 سنوات الماضية، السهم على ارتفاع بنسبة تقريبا تتخطى 1150%. هذا عم نحكي بس على الارتفاعات الرأسمالية، يعني ما عم ناخذ بعين الاعتبار التوزيعات النقدية أو حتى إعادة استثمار هذه التوزيعات، يلي بتأدي أنه يكون الارتفاعات خلال الـ5 سنوات الماضية تقريبا بحدود 1300%. ويذكر كمان أنه خلال هذه الفترة، يعني بالفترة الماضية، كان في إعادة هيكلة لرأس المال وزيادة رأس المال للشركة، أدى أنه يصير في تعديل على السعر تبع السهم. يعني نحن إذا بدنا ناخذ الإدراج اللي صار بال 2014، كان الإدراج على سعر 54 ريال، ولكن مع التعديل والبرايس أدجستمنت اللي صار من بعد زيادة رأس المال، السعر تقريبا صار بوازي ريالين و16 هللة. وقت اللي عم نحكي على هذه المستويات بتبرر ليش أنه نحن هلا عم نشوف السعر السهم بالمستويات اللي هي موجودة. ولكن بشكل عام إذا بنطلع حتى بالمقارنة مع الأسهم المماثلة بالقطاع تبع المواد الرأسمالية، حنلاقي أنه الارتفاعات اللي وصلت لأكثر من 160% على الصناعات الكهربائية ما كانت مماثلة بغير أسهم قريبة منها. يعني نحن عم ناخذ أكبر 3 شركات ضمن هذا القطاع، في عنا الكابلات الرياض، وفي عنا أسترا الصناعات اللي هن تقريبا بنفس المستويات إذا بدنا نقول من ناحية الوزن بهذا القطاع. ارتفاعات القطاع كانت 33%، ارتفاعات أسترا 28%، وكابلات الرياض 8.6% منذ بداية العام. فهذا اللي بيميز هلأ الارتفاعات اللي نحن عم نشوفها على الصناعات الكهربائية. بس في شغلة كمان بالمقابل، أنه نحن إذا بدنا نجي نقيم إذا هذه الارتفاعات هي قوية أو مستدامة أو عادلة أو لا، بدنا نأخذ أكيد البيانات المالية اللي هي مذكورة ضمن الشركة، وحنطلع أنه ابتداء تقريبا من 2023، أي الربع الثاني من 2023، بلشنا نشوف نمو مستمر بالأرباح تبع الشركة. وقت اللي عم نشوف نمو، ما عم بيكون نمو استثنائي، يعني ما في بنود استثنائية. بالعكس، البنود الاستثنائية اللي كانت لدى الشركة هي مخصصات عم تخدها، يعني هي مفروض أنها تأثر على ربحية الشركة مش أنها تكون عم تدعمها. ولكن رغم هيدي كلها التحديات، الشركة قدرت تضل مستمرة بنمو الأرباح. حتى بالمقارنة، يعني إذا بدنا ناخدها مع القطاع من حيث الـ price to earning ratios، عادة وقت اللي بنشوف ارتفاعات قوية ريما، وخاصة إن احنا بالشركات اللي كنا عم نغطيها سابقا، بنلاقي إنه بنوصل لمستويات مكررات الأرباح بتصير عالية جدا. ولكن فيما يتعلق بالصناعات الكهربائية، بنطلع بنلاقي إنه الأرباح أو مكرر الأرباح عند 28 مرة، بالوقت اللي القطاع عند 30 بالمرة. يعني بعد في عنا مستويات متوقعة إذا استمرينا بهذه النتائج الإيجابية إنها تضلها داعمة. في شغلة كمان إضافة لهذا كله، التوزيعات اللي أنت ذكرتيها، وخاصة هذه شغلة بيعتمد عليها كثير المستثمرين بالفترة الحالية، لأنه مش دايما بيكون الارتفاع الرأسمالي هو بس هدف أو هو بس المحرك الأساسي لهذه الأسهم ضمن السوق. بالعكس تماما، مرات أنه المستثمر بيطلع على شيء محفز إضافي، والمحفز الإضافي بهذه المرحلة أكيد هي التوزيعات النقدية. وقت اللي عم نحكي على توزيعات يعني بتوصل 12 ريال نصف سنويا وعائد 3.3% إضافة للعائد الرأسمالي، هي شغلة أكيد بتخلق نوع من تحفيز بالنسبة للمستثمر. ومع تحديداً الصناعات الكهربائية، القطاع اللي هي بتشتغل فيه استثنائي، يعني ما في شركات مماثلة لها بهذا القطاع. صحيح أنه بقطاع المواد الرأسمالية في شركات عدة، ولكن كصناعة كهربائية هي الوحيدة اللي معنية بهذا الموضوع، وبتشتغل يعني بالتصنيع وصناعة المحولات ومحطات التوزيع، اللي هي إذا بدنا نقول، ما رح أقول مونوبولي، ما رح أقول أنه هي حق حصري، ولكن بالشركات المدرجة ضمن السوق هي ما مش احتكار، يعني مش نوعية احتكار، لأنه هي فقط أنه مميزة بإدراجة بالسوق. ولكن في أكيد بالقطاع ككل بشكل عام بالسعودية شركات مثيلة، وهي شيء بيعنوا فيه من ناحية
التطور والمشاريع المستقبلية اللي عندهم إياها تعطينا أكيد منظور مستقبلي إيجابي للشركة. يعني ما فينا نقول إنه هي توقفت هون، خاصة إنه إذا بناخذ توقعات المحللين التوقعات بالإيجابية مستمرة، وخاصة بالربع الرابع أكثر من ما هو بالربع الثالث. يعني دائما في عندنا أشياء إيجابية للفترات المقبلة، وهلا أكيد التحليل الفني بيعطي صورة أوضح شو ممكن تكون الاتجاهات الفترة المقبلة. نعم، شكرا جزيلا لك ماري سالم المحللة المالية في الشرق للأخبار، شكرا على كل هذه المعلومات.